احنا كنا في غزة وتحصرنا من الجيش الإسرائيلي 3 أو 4 أيام على قناصة وما قناصة وحاجات زي هيك، قوات كابتر. بعد فترة خشوا علينا هدوا المبنى اللي أنا كنت قاعد فيه أو نصه، وطلعوا وأخذونا حطونا على الناقلات، بنزلوك من الناقلة ومن الدفع، بدفعوك من فوق الناقلة على الجنازير. هلقيت احنا كنا طلعونا على الناقلات، اول حاجة بتعاملوا معاك بعلقوك من ايديك بطلعوك فوق الناقلة. احنا كنا حوالي من المنطقة اللي احنا فيها حوالي 50 أو 70 شخص، اخذونا حطونا على ناقلة واحدة فوق بعض، كنا زي ايش بدي اقول لك، زي عدن الكبريت فوق بعض مصفوفين، بياخذونا على المباني اللي المباني اللي ممكن مثلا تستهدف او تبقى مفخخ او تبقى اي حاجه فيه، بياخذونا عليها في الليل، وبيبدوا بحطونا فوق سطوح المباني هدول وبجرفوا في المباني. لا حمامات ولا أكل ولا شرب، عذاب عذاب نفسي، إهانات، ضرب، تعذيب بالكلاب، تعذيب بالشبح، تعذيب بالموسيقى، تعذيب حتى المسعفين تعونهم كانوا يعذبوا الجرحى، وإحنا كلنا جرحى. وغير الكلام اللي بتلفظه الجيش، غير الإهانات اللي بتتعرض لها، غير الضرب، غير الكلاب، بيطلقوا علينا الكلاب حوالي ساعة. الكلاب هم بيقول لك كلاب مكممة ولا الكلاب، لكن إذا جرحك في إيده هيك بتاخذ بقول لك أكلت 5 سكاكين أو حاجة رهيبة جرح الكلب. وهي اللي تعرضنا له في السجن. لكن هلقيت على اساس اقدر انام من اثر اللي شفته، بمشي كل يوم 10 15 كيلو مع المهدئ النفسي والمنوم.